أخبار اليوم. النهاردة ومن داخل مدرسة محمود عزمي بالعجوزة بنلتقي بالمستشارة ورئيس النيابة حنان المصري. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. النهاردة وإحنا في مرحلة الإعادة وأول يوم في مرحلة الإعادة، كلمينا حضرتك عن الأجواء في اللجنة، وخاصة إحنا شفنا حالة يعني بتعاني برضو من الضعف ولا تقدر على المشي، كلمينا برضو حضرتك بتتعاملي مع الحالات إزاي والناس بتنتقل. لا بصي، هو بالرغم من قلة الإقبال شوية النهاردة، بس برضو ناس بتيجي والناس اللي عندها ظروف بتيجي، بس لغاية دلوقتي برضو يعني ما عدناش يعني على 2% لغاية دلوقتي من المرة اللي فاتت، فلسه شوية إقبال يعني. يمكن في اصرار احنا شايفين من الناس الكبار في السن والناس اللي بتعاني من حاجات صحيه اكتر من الشباب، حضرتك بتفسري عزيزه؟ لا دي ملحوظه من المره اللي فاتت. انا لاحظت ان كبار السن في اقبال عندهم اكتر من الشباب بكتير، ومش عارفه ايه السر في كده، يعني ايه الاصرار اللي عندهم؟ هل مثلا زياده وعي؟ هل مثلا عايزين يحسوا ان هم لسه ليهم دور سياسي وبيأثروا على المسيره الديمقراطيه في الدوله؟ مش عارفه ايه السر في كده، ورغم ظروفهم الصحيه الصعبه ورغم يعني تقدم سنهم ما بيمنعهمش ابدا ان هم ينزلوا. وفي برضو يعني ان هنا اللجنه مختلطه شباب وكبار سن، لو احنا قارنا البطاقات اللي جات لي، لا كبار السن اكتر بكتير من الشباب، وما انا مش عارفه احللها بقى يعني نفسيا وسياسيا ازاي، مش عارفه ليه. في حالات انسانيه حضرتك اتعاطفتي معاها من خلال المرحله اللي كانت الاولى في التصويت وبعدين مرحله الاعاده؟ لا كتير، في كتير قوي بيقول لي يعني مثلا عندهم عجز كلي او جزئي، وبصراحه الشرطه برضو بتساعدهم كتير قوي، الجيش بيدخلوهم لغايه هنا، ممكن ما يقدروش يوصلوا مثلا لغايه البرافان تبع يعني وفقا لشروط الانتخابات، لازم هم ينتخبوا ورا البرافان، مش بنشترط قوي، هم مخليهم عندي هنا وانا بساعدهم، لو ما بيقدروش اقشر هم بيديهم وانا بقشر لهم. احنا فعلا شفنا في المرحله، لو في ناس بتحب تحط بنفسها في الساندوتش تبقى شاركت بنفسها، في ناس ما بتقدر، فلو ما بتقدرش انا بساعده يعني. بالنسبه بعد كده لمرحله اليوم الاخير والفرز، كيف بتتم بقى تشرحي لنا حضرتك؟ ولا حاجه، هو احنا بنقفل باب الاقتراع على الساعه 9 تقريبا، وبعدين نعمل محاضر الغلق ونفتح محاضر الفرز. بنبتدي اول حاجه بنعد الاعداد اللي جات لنا من واقع الكشف دوت، عدد الحضور الفعلي، وبعدين بنطبقه مع الاعداد اللي في الصندوق، لازم يكون الاثنين زي بعض بالظبط، وبعدين نبتدي بقى نفرز الباطل من الصحيح. الباطن بنعده وبنحطه في الخانه بتاعه الباطل، والصحيح بقى بنشوف بقى كل مرشح جاله كام واحد كام صوت، وبنفرغ دوت على كشوف الفرز، في كشوف معينه معموله بطريقه معينه بنحدد بيها يعني كل مرشح جاله كام صوت، وبنعمل محاضر بكده وبنسلمها في اللجنه العامه اللي احنا المدرسه تبعها يعني. كان في اي مشاكل او تجاوز في لجنه حضرتك خلال لا يعني حبت مثلا المره اللي فاتت كشف فيها اقبال اكتر شويه، فكان في طوابير اكتر شويه، حبت نرفزها من المواطنين بسيطه يعني، والجيش عارف يتصرف معاها يعني. تمام. طيب. 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 طيب.